يا شباب شوفوا الحين الحين يبي يصن بوكس يطلق عليه ويقتله. يا بي اسكت خلنا نتابع الفيلم. مو عرفك يا كفته ما تعرف حركات تركي يذاكر الفيلم في البيت ويجي يسمعه عندنا. يا شباب ايش فيكم؟ قسما بالله اني شايف الفيلم مره واحده بس وانا في النوم. هذا وانت بك نوم وش عذب لكم صحصح؟ اصلا معاهم مسدسات يعني اكيد بيطلقوا على بعض. اوه قفطت كفته والكفاتي. يا جماعه انا رجل سينمائي سينمائي افهم يا درجت وياه. السلام عليكم. السلام. يجي فيفا 20. والله انك ذيبان. اخيرا نزل في السوق وجبت لكم. يعني في طحن وتكسير راس. انا اول من يلعب. اقول لك سرينا قبل ما احد يلعب. انا اقول لك العب انا وياسر والفايز يباريك. هاي هاي يا عيال شكم عيال ترى في فيلم خلنا نكمله يا جماعه. ترى الفيلم هذا ماخذ تقييم في السينما العالميه 9.9. يا فقي بلا بوينت بلا كلام فاضي فيفا 20. الظاهر ما عاد به فيلم وانا اخوك. هاي ايش بالدفاع كذا مره سيء؟ شوف فانداك كأنه أحمد عسيري. يعني أحمد عسيري انتقل إلى ريفالفول. بالله أنت كفى لعد تشارك. المشكلة اللعب كله صار بطيء. شوف ميسي يلا يلا يركض كأنه بيعتزل. بدأ شغلة محنكين كل واحد يقيم اللعبة. أقول يلعب أنت ساكت ولا؟ عامل حبيبي الشباب في الاستراحة جايبين لهم فيفا 20 وفالينها وقاعدين يلعبون ولا ندوك ما ندوك يا ابن الحلال. واضحه واضحه ما يبونك ما يبونك يا ابن الحلال. حبيت ابلغك انا ترى ماني بنمام. لا لا بطيء بطيء هذا احمد عبد الفتاح بطيء مره. حكم يا ابوي فاول ذا. حلال اركض زين انت اكفى. ينزل الفيفا الجديد وتشترونه ولا تعلموني؟ خايف اجلدك يا ورع انت وياه. وصل 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 مالك بلاي ستيشن. جاكم جلادكم يا ويكم ويلا. كم يا ورع؟ زي ما اتفقنا 3-0 تنتهي المباراة وتسلم اليد اللي بعدك اوكي؟ عطه بدري عليك. القم. قرب قرب قرب. وهذا الثاني. بدري عليك. عطى دزها. اي هيا جيبوا لي غيره. وثلاثة زيرو. وجيبوا لي غيره. وش فيك يا ياسر؟ سواك شوربة في الملعب رايح جاي رايح جاي وراك انت ما عندك حارس. الضعيف ام دايب العريق اللي انهزم. يلا يا السور معليش تعيش وتاكل غيرها الزاوية تنتظرك. زاوية زاوية حبيبي يلا 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 يلا. شكش. مرحبا امبو. ما عليك يا ياسر هاخد حقك ازهمها. اخس اقول اختر فريقك ولا يكثر. ها لا يكثر. كفو كفو شكر ذا معك ذا معك عطه عطه.
هل تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن؟ اجل نوقفك عند حدك يا عامر. ما ظنتي هذا ولد عمي ملك بلاي ستيشن يا وليدي. خارجها العب. بل 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 ايش اللي قاعد تسين انا يا رب؟ ايش قاعد تشوف انت؟ حبيبي على الاستراحة اشتريت لك فيفا جديد 20. اها اها تسبح ولا تلعب بلاي ستيشن انت؟ العب 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 هنا تحدي بالاستراحة تفهم ولا ما تفهم؟ والله عاتك يا طحن ايش يفكك؟ اقسم بالله حماس حماس لين التماس. هذا ابو تريكة يا حبيبي مسوي تغطية في السناب شات. كب بالله اجي ولا ما اجي؟ يمين بالله يجي. حماس لين التماس اقول لك. تدري ليش خليتك تسجل هدف بالبداية؟ لاني ما ابيها تنتهي 3-0، ابيها تنتهي كذا. اعوذ بالله النتيجة. معليش والله معليش ما قدرت اكتب والله طلعت خصم. وصاريني طلعت معذور يا اخي وش سويت فيه وش سويت فيه بس انت ابن الحلال المقدمة تجلس المباراة هذه ولا عداد كهرب يا عداد كهرب نتفك. اسمع لا تهايط مرة ثانية. كفتة فيك حيل تلعب؟ لا 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 اصلا انا ما احب الالعاب اقتلوني لانها تضرني. تضرني يا جمال يا خواف يا سلامة. قم يا ورع ايش فيك جالس قم سريع سريع حبيبي يلا حبيبي. يا ابو 13 فقير سلام يا أمي. لا سلام ولا كلام. إيش في؟ ليش يا ولدي كذا؟ ليش؟ إيش سويت عشان تسوي كذا؟ إيش سويت؟ أنا إيش قصرت معك؟ تعليم وعلمتك أحسن تعليم، مدارس دخلتك أحسن مدارس، ما في شيء بينقصك إلا بجيب لك هو، وآخرتها كذا؟ إيش هو اللي كذا؟ أنت سمعت عني حاجة؟ 13 يا مفتري، تخسر ب 13؟ لو 3 أقول هين ما تستحي. إيش الناس إيش تبغاهم يقولوا عنك؟ طب عني إيش تبغى الناس يقولوا عني؟ أم 13 راحت أم 13 جات ولا ها نسيت تعزم أم 13؟ شايف ده البلاي ستيشن؟ أنت محروم منه. ألين ترجع بتاري من ده الواد عامر مفهوم؟ يا فاشل يا ابو 13 يا ليل الليل. حبيبي قول لي اتسلك بالاستراحة البارح. الله يمتحن تركي يمتحن السناب ويمتحن بلاي ستيشن ويمتحنكم كلكم. واو انك فاشل. ترى اللعب فوز وخسارة بس مو ب 13. يا ابوي اسمع يا عامر ده اصلا خردة وما يعرف يلعب، يلعب على النفسية ويشتت تركيزك، وإذا تشتت تركيزك يفوز. هراء وكلام مفقع. تبغى اثبت لك هذا الكلام؟ اثبت. تسوي كل اللي اقول لك عليه. ماتك كلام. بلنتي يلا الحين تلقم. باين انه حتضيع بحكم التوتر الملحوظ في وجهك يا عامر. لا يا شيخ. شوكش بالله حط اليد، اتحدى يجيبه حط اليد. يا خرده يلا سجل يا قوي. يا دلخ ايش فيك انت الحين الباب العارضه من هنا للبطحه وضيعها تسكب خشة العارس حتى انت قلبت تركي انا اوريك العب 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 الحين انا اوريك اتوتر اتوتر ابو تاقيه يا عيال اقول العب الميدان يا حميدان لا تصارخ انت يا العب العب اذا كنت رجال يا عيال يا شباب شوفوا عامر انصرخ بسبعة في الفيفا الله لا يفضحنا الله لا يفضحنا حسبي الله عليكم لحتى ولد عمي ايه اهدى من كذا اصلا عيال الحارة يسموني ملك الفيفا وهذا ما فاز علي الا علشان نلعب بندية سعودية
حبيبي ملك الفيفا هناك في بيتكم مو هنا. هي كلنا نعرف نلعب، ما حدا احسن من احد. ابو طاقيه انا دائما اهزمك بس ما تمهز زيك ملك الفيفا وملك الفيفا. عسري ايه لا تهايط، تفهم ولا ما تفهم يا عيال؟ هي 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 ايش فيكم؟ اهدوا شوي. ها شوفوا انا عندي حل، ايش رايكم ننظم بطولة فيفا هنا عندنا في الاستراحة ونخلي عيال الحارة كلهم يشاركون فيها، والبطل نطلق عليه لقب ملك الفيفا. ومن اللي بينظمها؟ انا. وانا بنظم معك. تمام. الان خلونا ندخل على الموضوع الاهم واللي هو التكتيكات. طيب يا شباب انا عندي التكتيكات اللي العب فيها اربع تكتيكات. اول تكتيك هذا في الناحية الدفاعية، اذا ابغى اقفل الملعب تماما العب هذه الخطة، دروب باك الويدث اربعة ثلاث. شو تسوي؟ قاعد اذاكر اشوف مقاطع مساعد الدوسري وعبد العزيز الشهري عشان اصير زيهم واخذ البطوله. والله لو تذاكر من اليوم الى بكره ما راح تصير زيهم. طب ليش؟ هم عندهم تشكيلات خاصه تعبانين عليها ويلعبون ايكونز، عندهم كره اسطوريه، وانا عندي اسلوب لعب خاص ويفوزني باي تشكيله. والله انك من جنبه توصل المرمى مربع اكس مرت شلهوب تنقطع منك وتلقم جول. ايه لا تتكلم على الشلهوب، يلا راح نلعب بلاي ستيشن. يلا ذاكر ذاكر. هدوء بس بزين، انتم ما تعرفون النظام، ما عاد يفهم فيكم قسما بالله. أما أصلك البلاي ستيشن وألغي البطولة، كش فيكم أنتم؟ ترى كلها واحد على فكرة، يعني كلكم بتشاركون وكلنا بيختار فريقه. لا يا شيخ، طب ويش يضمن لي أن اللي قبلي يمكن يختار فريقي ويروح علي؟ بعدين شمعنا يعني؟ شمعنا هذا بتشيرت أحمر قدام وأنا جاي قبله وأطول منه كمان. أهو بموت إيش دخل؟ إيه زبدة الكلام، برشلونة ما حد يلعب فيه إلا أنا. برشلونة حقي. لا يا شيخ، برشلونة حقي ما حد ياخذه يا عيال. أنا الأول، يا رب بيجيني برشلونة وقهرهم. ها بديت ولا لا يا عيال؟ فريق يوفنتوس لا حد ياخذه. عزوز يا رب. تشيلسي. تق الله فيه يا شيخ، تق الله في نفسك. هدوء قسم بالله عاد يتكلم يا ويله، كلكم برا اسحب انت وجهك، لا تكسر الطاولة علينا. ياسر يا الله يا رب. فوضى هنا. أرسنال عز الله أفلحنا. ترى أبقسك أنت بالذات، أنت ترى ولا كلمة عاد يتكلم أنا هنا الرئيس، أسحب أنت وجهك. خليفة يا رب يا رب اليوفي يا رب. خلاص نزلها يا أخوي، جاني دوري أنا، ترضى أخذ دورك؟ بايرن ميونخ. كفو وربي يطحنكم رايح جاي. نسحب. سلطان ليفربول. يس شكوش يا رب برشلونة. شوف الحين
ريال مدريد. ابو زيد تغير. غبي انت، هذا الملكي. ملكي مين؟ ايام كريستيانو كان ملكي، دحين ابو كلب غير. عبسي انت واللي جنبك ذا، ترى بشوتكم برا. بف ريال مدريد، ريال مدريد. لا تكسر الطاولة شوي شوي. سعد سم. ميلان إلى الهزيمة والحافظ الله. على كيفكم أنتم كل مبعاد بالفريق؟ هذه قلعة فيها احترام. واسحب. كفتة. كفتة أبو الكفاتي. برشلونة. يا قلت لك من برشلونة حقي. أبوك يا الحظ. شاريه أبوك النادي تلايط. اسحب. عامر. عامر الفتى الذهبي. مانشستر. كفو، بيض الله وجهك. طيب تعال، مانشستر يونايتد ولا سيتي؟ يونايتد. الله لا يوفق. مركز بديتي.